أثارت الأنباء حول ترحيل السلطات السعودية اليمنيين من جنوب المملكة الكثير من المخاوف والتساؤلات حول مصدر عيش مئات الآلاف من الأسر في اليمن التي تعتمد على تحويلات المغتربين، فما هي صحة الخبر؟ من إخراج اليمنيين مصالح عدة وعديدة، مصادر إعلامية متعددة بحسب موقع القدس العربي أكدت أن السلطات السعودية أصدرت قراراً غير معلن يقضي بترحيل جميع اليمنيين العاملين في مناطق جيزان ونجران الحدودية مع اليمن، وأمهلت مواطني المملكة 4 أشهر من الآن من أجل تسريح جميع العاملين اليمنيين لديهم واستبدالهم بعمالة من جنسيات أخرى دون ذكر الأسباب. مصدر خاص إن السلطات السعودية أمهلت مواطنيها 4 أشهر للتخلي عن جميع العاملين اليمنيين، فيما لم تعلن السلطات السعودية بشكل رسمي عن هذا القرار بترحيل اليمنيين، كما لم تنفي الأخبار المتداولة حوله، ولم يصدر توضيح يؤكد أو ينفي قرار الترحيل من قبل الحكومة اليمنية المقيمة في السعودية بسبب عدم قدرتها على العودة للأراضي اليمنية حتى الآن. من حق أي بلد أن ينظم قضية الإقامة والعمل. وبحسب المتداول يقضي القرار بترحيل اليمنيين من مناطق المملكة الجنوبية أي نجران وجيزان وعسير، من بينهم 106 أساتذة جامعيين، حيث نقل القدس العربي عن بعض المغتربين اليمنيين في الجنوب السعودي أنهم تلقوا بلاغات وإنذارات. إيقاف التجديد والتعاقد مع المتعاقدين من الجنسية اليمنية. أما مضمون هذه البلاغات وفقاً للموقع فينص على إنهاء التعاقد مع جميع أفراد العمالة اليمنية في الجنوب السعودي خلال 3 أشهر، بما فيه إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى. ويتابع الموقع أن السلطات السعودية أوعزت لجميع المنشآت بإحلال سعوديين في موقع عمل اليمنيين أو مواطنين من جنسيات أخرى لمراعاة سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات.